البارح بيته في المنطقه المطليه نتاع الصباح باش تطيح فينا روحي. انا كنت كاري 16 سنه تشرد على الورثه، قتلوه بابا، شردوني 16 سنه تشرد وانا في حي التضامن وسكنت في الفوايي وسكنت 10 ديار. هذه يحبوا يقتلوني على الدار، قالوا لي اخرج الدار ليه؟ هما قتلوا على على الحكايه هذه. كان باش يكتب لي الله اعلم شنو عملوا له بابا الغالي. عنفوا فيا على الشهريه، عديت 20 سنه عنف، انا تو تشوف فيا ميته وانا حيه، شوهولي سمعتي، لي انا سارقه، لي انا مجرم، لي انا كذا. موضوعنا الورثه كيفاش تعمل مشاكل بين العائلات وبين الاخوات. الموضوع هذا صار عليا، انا البارح بيته في المنطقه المطليه نتاع الصباح. نسي خويتي ملكوا دار باب الكل جريديه، هما ثلاثه، واحده ميخدم ولد عمتي وزوز خويتي الاولاد، باش تطيح فينا روحي. انا كنت كاري 16 سنه تشرد على الورثه، قتلوه بابا. بشويه بشويه. ايه. ما قريش في العائله بشويه بشويه. احنا سته اولاد واربعه بنات. ماتت واحده عملوا لي القدر، مات خويا في الحرس 2008، مات بابا 2019. اكبر مجرمين في الكون، حد ما فايق بهم، سرقوا البابا 500 دينار، حلوا بها روضه، اقل من الروضه، خليها لي انا مطلقه من 2013، انا نحكيك الحقيقه، شردوني 16 سنه تشرد، وانا في حي التضامن. وسكنت في الفوايي وسكنت 10 ديار، يتبعوا فيا في كل دار ندخل يتبعوا فيا، يسرقوا الدبش، يحطوا الزيوت، يعملوا الاوساخ وانا ساكته، نمشي للمنطقه ما يصدقني حد، نمشي للمركز ما يصدقني حد. البارح بيته من السته نتاع العشيه حتىش المطليطه وانا في المركز نتاع حي خلدون. شنو علاقه هذايا بالورثه؟ العلاقه هذه يحبوا يقتلوني على الدار، قالوا لي اخرج الدار ليه؟ انت ملك الدار؟ دار بابا. هما كل وحده ماخذه طاق. شكون كل واحدة طاق يحبوا يملكوها نهائيا. باه هذوما مكتوبة عليك، مكتوبة باسمك؟ لا مشكلة كبيرة. باه شوف هذوما حقه كتبها باسمك؟ حقه مات بابا مسكين، زعما هما قتلوه على على الحكاية هذي. كان باش يكتب لي الله أعلم شنو عملوا له بابا الغالي. باه عندي زوز ولاد، بوليس مريض والاخر عاطل على ما يحبش يخدم، هو قريب باك كبير في العمر، يعنفوا فيا على الشهريه. شوف انا العنف اللي انا فيه، عنفوا فيا زوز الاولاد على الشهريه، هذوما يعنفوا فيا على الدار، معناها باش نموت مقتوله ما بيناتهم الاربعه. جيت عندي جمعتين، عندي جمعتين ملي جيت، شوف حالتي، شوف ندور في الشارع انا تو، تفرج نحب عديها القيس صعيب. من جراء الورد؟ من جراء الورد، عديت 20 سنه عنف على على جرتها. عديتها قبل في عبد الرزاق الشيبي، عديها. يحبوا يخرجوني من الدار، يحبوا يقتلوني اصلا، يحبوا يقتلوني وانا حيه. انا تو تشوف فيا ميته وانا حيه. انا معنفه مسخونه، انا مراه نظيفه، لا عندي لا سرقه، شوهولي سمعتي، لي انا سارقه، لي انا مجرم، انا كذا. انا قلت لك جمعتين عندي من جيت من الفوايه لدارنا، وصار فيا العجب نسمع فيها تقول كذا وكذا، نخرجوها للشارع البرا تموت، نحبوا نقتلوها هي مهبوله ماذا يحكيوا هكا هما. انا معنفه كبيره، عديها القيس سعيد. به فما عنف اخر في الولايه، مقيده من 2012 في المساكن الاجتماعيه، قالت لي انتحري ما تاخذيش دار.